واحدة. ازاي يا عبرة؟ دي كانت ايه البساين؟ يمكن بقى كانت قطعة تذاكر قبل ما تكلمها. طب استاذنة. لا مش ممكن تيجي لحد هنا وتمشي على طول. وحياتي ابي اقعد معانا عشان نلعب بيانو سوا. خلاص بقى عشان خاطر نجوى. بس ميعاد نومها جه. لا بابا قايل ما نمشي ما دام انت عندنا. تحب اعمل لك شاي؟ طيب مفيش مانع. ايه اللي معاك ده؟ ده كتالوج. في صور؟ مليان. تعالى نتفرج سوا. يلا. الله. أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك، وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني. مين اللي كتب الكلام ده؟ سلوى؟ أيوه. أتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك، وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني. وأنساك وتريني بنسى جفاك، وأشتاق لعذابي معاك، والأدمع فاكراك أرجع تاني في لقاك. الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وسعدها يهون في هواك في هواك طول حرماني. أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك، وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني. وأنساك وتريني بنسى جفاك، وأشتاق لعذابي معاك، والأدمع يفكرك أرجع تاني في لقاك. الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. مشغول وشاغلني بيك، وعنيا تيجي فعليك لما دلوقتي يا مودة. عايز الحق اعمل بشارع قبل ما يقفل. انساها وانت طيبة. ربنا يحرم ناس منك. مساء الخير. اديني شريط كاسيت لو سمحت. ساعة ولا ساعة ونص؟ ساعة ونص. خليهم شريطين. من عناية الاثنين. متشكرة. مع السلامة.
ايه الوجه الجديد يا خاجة بشارة؟ دي بنت مهندس الري اللي اتنقل عندنا هنا في البلد من شهر تقريبا. ده باين في حاجات بتحصل في البلد وانا مش واخد بالي. العفو يا هشام بيه. ودي بقى صدقني يا هشام بيه، ده كل اللي اعرفه عنها. اطلع من دول يا راجل عجوز. هي ظاهر عليه تلميذه في الجامعه. من كام يوم جت واشتغلت مني كشفيه. طب ما انت عندك معلومات اهو. ولا معلومات ولا حاجه يا سعاده البيت. هتفضل طول عمرك خايف. المنيا عبد الحليم، ليلة شم النسيم. لف ورجع. صباح الخير يا حضرة معاون. صباح الخير يا بيه. سعادتك مسافر النهارده ولا ايه؟ وفي تأخير في القطارات ولا ايه؟ كل القطارات في النهار ان شاء الله. ها؟ كل القطارات في النهار ان شاء الله. اه. اتفضل شاي ولا قهوة ولا أي حاجة. لا متشكر أوي. الجزيرة دي قبل السد العالي كان الفيضان بيغرقها كلها. دلوقتي بتنزرع وتدي محصول هايل. يا بابا حضرتك ما بتنساش شغلك ابدا. عينيا اتعودت على الزرع والنيل. لما اتنقلت المنيا وجيت ادور على شقة شفت شقق كتير. لكن شقتنا دي ما قدرتش اقاومها. كفاية انها على النيل. الواحد يقوم الصبح يلاقي النيل قدامه. ينام بالليل والنيل جنبه. متعة. ربنا يدينا العمر ونكمل حياتنا في الشقه دي بعد ما اطلع المعاش. انا مش عارفه بتاكلوا اللحمه دي ازاي. هي فعلا مش مستويه، لكن هنعمل ايه بقى جعانين. اسفين جدا يا فندم، هنغير كل ده حالا. صباح الخير. نعمان انت فين؟ انت تجيبه اسماعيل. مش وقته، هات بسرعه جردل وممسحها. اه ومقشه بسرعه يا نعمان. ايه اللي بيقولوا ده يا اسماعيل؟ عوضيه عاوز تطلع بسلم كويس قوي، تخليه زي المرايه. الميه عندك في المطبخ. ايه اللي حصل؟ حاجه غريبه قوي. وانا في الشغل النهارده جالي تليفون مدير الامن، لقيته بيقول لي عاوزك في حاجه مهمه في الصين. قلت له هجيلك المكتب. قال لا انا هزورك في البيت وحد معاك ساعتين. احنا لسه في السكه يا هشام، في فرصه تراجع نفسك
وممكن نعتذر وما نروحش. لا يا فندم، انا فكرت كويس وخدت قرار النهائي. لكن اشمعنى دي بالذات اللي انت اخترتها؟ تصدق بالله يا فندم، انا وهي ما اتكلمناش ولا كلمه مع بعض، ولا حتى مجرد كلام تعرف. الحكايه جت بسرعه جدا قوي. اول ما شفتها عجبني ذوقها ورقتها وبساطتها، وعجبني اكتر انها في حالها ومن عيله على قدنا. قلت لنفسي هي دي اللي تنفعك وتستحمل تعيش معاك. اتكل على الله وادخل رسمي. بركه في سعادتك. المقدم هشام من انشط واكفأ ضباط المباحث في المديريه. اتعودت بيه الدقه في التحريات والسرعه والذكاء. فوجئت بيه في الايام اللي فاتت انه مشغول بتحريات خاصه عن بنت حضرتك منى. منى؟ ومع انه كان مضرب عن الجواز، لكن اول ما شاف منى استسلم ورفع الرايه البيضاء وطلب مني اجي معاه علشان اعرض الموضوع عليك. سياده اللواء والد لينا جميعا، وانا ليا الشرف انه يكون معايا في اللحظه دي، اهم لحظه في حياتي. حضرتك تاخد الوقت الكافي للسؤال عن هشام، وانا واثق اننا قريب هنقرا الفتحة باذن الله. اللي فيه الخير يعمله ربنا ان شاء الله. مع السلامة. انستونا. الله يحفظك. مع السلامة. صباح الخير يا استاذ عبد الحميد. اهلا اهلا يا صباح النور. اهلا. على فين؟ عندي قضيه في اسيوط، احضر جلسه المحكمه وارجع على طول. انا كنت هاجي لك المكتب عشان اسالك في موضوع شركه السكر. لسه التحقيقات شغاله وتقدر تيجي في اي وقت. شكرا. صباح الخير يا نسيمولا. تحب تقعد مكاني يا هشام بيه؟ متشكر، انا الكرسي بتاعي ده الصف قدام، ممكن اغير الاماكن؟ جوي جوي، عن اذنك. شفت ان دي احسن طريقه عشان اتكلم معاك واعرف رايك. اذا كنت مكسوفه ابتدي انا الكلام. الحقيقه انا اختصرت كل الطرق، قدمت لوالدك اطلب ايدك منه، لاني ما حبيتش اضيع الوقت، وما حبيتش كمان انك تضيع مني. انا كنت بضحك زمان عن اللي بيتكلموا عن الحب من اول نظره. اوعى تفتكر اني مراهق، انا عندي 34 سنه، يعني اكبر منك بثمان سنين. ما اعتقدش ان ده فرق كبير قوي في السن، ده انسب سن للجواز، سن النطق واختيار القرار السليم. تشرب شاي؟ لا شكرا. الله، ما انت سامعني اهو. ما بتردش ليه؟ اتفضلي اسالي. واضح انك تعرف عني بعض المعلومات، لكن انا ما اعرفش عنك حاجه خالص. عشان كده بقول لك اسالي. ما اعرفش. انا ليا 4 اخوات، ولدين وبنتين، كلهم متجوزين الا انا طبعا. والدي ووالدتي عايشين في جرجب وصهاري. والدي عنده حتة أرض، يعني مبسوط الحمد لله. أنا كان حلمي زمان إن أنا أبقى ظابط. عندي صورة وأنا عنده 10 سنين لابس فيها لبس الظابط.
ولما دخلت كليه الشرطه كنت بستنى يوم الاجازه علشان اخرج لبس الكليه افضل ماشي في الشارع عشان اشوف نظرات الناس ليا. لما اتقلت بقى المباحث نسيت البدله والزراير والنجوم وغرقت في شغلي. حبيته. يمكن ده السبب الحقيقي اللي مخلينيش افكر في الجواز لحد ما لقيتك. انت هتنزل على كليتك وانا هرجع المنيا. ايه رأي سعادتك في راس الشارع؟ حاجة عظيمة أوي. احنا همنا رد سعادتك. أنا بالذات اشمعنى؟ بسعادتك أنا خاصة معين عبد المتعال. أيوه. احنا عندنا أمر براس الشارع للناصية. أمر من مين؟ أمر المحافظة وهمنا محافظة سعادتك. لا ده شغلكم وأنتوا أدرى بيه. أي خدمة. غريبة حصلت النهارده. من ساعة ما كلمتك الصبح في القطر حسيت اني بقرب منك اكتر واكتر. وبقيت عامل زي المراهق. ولا قادر اشتغل ولا عارف اروح ولا عارف اعمل حاجة خالص. فكرت اجيلك الكلية في اسيوط. معقول؟ انت تعمل كده؟ انا اعمل اي حاجة بس الحقيقة خفت لو تحرجوا قدام زمايلك فقلت بقى استناكي هنا. وايه بقى الحاجة الخطيرة اللي لحقت تحصل من ساعة ما قابلتني الصبح؟ وحشيني. أنا عمري ما وقفت قدام حد متخبط زي ما أنا واقف قدامك كده. عامل زي المتهم اللي هيودي نفسه في 60 دقيقة. هي أنا مش عارف أتكلم بس أنت فعلا وحشتيني. بسرعة كده؟ أيوه بسرعة. ممكن نقعد نتكلم مع بعض شوية؟ تأكد لازم أروح. طب خلاص نمشي نتكلم شوية مع بعض. بس تبص عليه. إلغي كل الناس. مش ممكن. انت معايا وبعدين لما تقدمك رسمي معايا مدير الامن كله لو عايز المحافظ حاجه بقولك. انت بتعمل حاجات غريبه قوي. نفسي اوصلك باسرع طريقه. انا لازم اروح. حبيتك. يا ولاد كلموا خلصيني بقى. ما بتكلم يا بيها. تعرفي ايه عن حته السلاح دي؟ انا اقسم بتاع الكتاب الكريم ما اعرفه. انا شفتها قبل كده يا بي. اللهم طولك يا روح. انت هتتكلمي ولا اقوم اخليك ازاي تنطقي؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذا جايكم فاسقا بنبأ. انت هتشتغلي لي يا عسكري. الو مصر. طيب يا سيدي. الو سيادة العميد أسري. أهلا أهلا يا سعادة الباشا. الله يبارك فيك يا باشا خير. مش معقول والله. أنا كنت قلقان يا باشا. البركة في سيادتك والله. والحركة هتقعد إمتى يا فندم؟ ربنا ما يحرمناش من عليك يا سعادة الباشا. متشكر أوي يا باشا. متشكر أوي يا باشا. الولاية دي على الحجز. يلا يا فانوس. ألف مبروك يا عم هشام. على إيه؟ وصلنا دلوقتي خبر الترقية والنقل المصري يا عم. على طول كده؟ والواد بتاع التليفون لسه وصلت على المكالمات. فانوس اسبقني أنت على العربية. محمود.
منك بس، هسيبك تروحي بيتكم النهارده وتيجي بكره الصبح نكمل التحقيق، فاهمه؟ يلا يا عم فانوس ما تضيعش وقتنا، خد مقاسي الخاتم كويس وانا هعدي عليك بكره. منى وشها حلو عليا، النهارده جاني خبر انها هترقى وهتنقل مصر خلال الشهر ده. بس الف مبروك للعروسه، هستأذن انا بس. ومعنى كده اننا لازم نتجوز بسرعه. مش كده يا منى؟ ازاي الكلام؟ احنا لازم ناخد وقتنا. وقت عشان ايه يا عم؟ عشان الجهاز وعشان لحظه. يا شكري! وصل الاستاذ فانوس المحل ورجع لي تاني. أنا سبق قلت لك يا عمي إن الشقة جاهزة في مصر وعشها لسه جديد، اخترته حتة حتة ووضبتها على مزاجي طول السنين اللي فاتت دي ومن أحسن الأنواع. كنت كل ما ألاقي حاجة عجباني أو لقطة أشتريها لحد الشقة بقت تمام قفلتها ومش هتتفتح إلا على دخول منى بإذن الله. حضرتك عايز تجيب أوضة نوم حسب التقاليد مفيش مانع. وامتحانات منى في الكلية دي آخر سنة ولازم تاخد الشهادة. ما تقلقش يا عمي، أنا ومنى هنتفق على كل حاجة. منى، أنت مش هتوريني أوضتك؟ نفسي أشوفك بقى موضبة إزاي، عشان هغير الشقة اللي في مصر وأخليها على ذوقك، مع إني متأكد إنها هتعجبك. يلا. المنصورة 16 أغسطس 1972. صوتي؟ أيوه. عبد الحليم. عبد الحليم؟ كله عبد الحليم. يعني الشرايط اللي كنت بتشتريها من المحل كانت عشان عبد الحليم؟ أيوه. وكل شريط بتتكلمي في أوله؟ يعني في أوله في نصه. فكرة هايلة، إزاي فكرت فيها؟ كل أغنية مرتبطة بمكان اتنقلت فيه بمناسبة خاصة بيا. أنا مش فاهم ليه أنت بتحددي المكان والزمان اللي مسجلي في الأغاني. مش في ناس بتكتب مذكراتها؟ أنا مذكراتي بسجلها على شرايط عبد الحليم. حلوة أوي الستارة دي. دي جدتي الله يرحمها اشتغلتها علقتها غرزه غرزه، اودتهاني هديه عشان يوم ما اتجوز، لكن انا بقى استعجلت وعلقتها، قلت الجواز يبقى يجي على مهله.
سمعتش منبه. أهلا يا باشا. مش اعرف الاول عندهم ايه واختار على مزاجي. انا عارف ايه اللي عندهم وهو عارف طلب اسكالوب ليه ده احسن حاجه عندهم. طب مش يمكن انا نفسي اكل حاجه تانية؟ ولا دي بقى اوامر البالظبط وانا العسكري اللي يقول حاضر يا فندم؟ ده انت الوزاره في حالها. تعالي سلم على الراجل ده. والله مين ده؟ بعدين هقولك. أهلا مراتي يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. تشرف. لا 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 أنا زعلانة منك خالص. مني أنا؟ ليه؟ طبعا ثلاث شهور في مصر وما تتصليش بيا؟ ده احنا هيحصل لنا شرف يا فندم. منى يمكن خجولة شوية لكن أكيد هتتصل بحضرتك. باين عليها لطيفة. عرفت تنقي يا شيخ. خبرة 14 سنة مباحث يا فندم. وإيه أخبار الشغل يا شيخ؟ أنا كنت عاوز أقعد مع سيادتك يا فندم. اتصل بيا في المكتب الليل. حاضر. عن إذنك. اتفضل. الو ايوه يا فندم انا جهزت كل البيانات 14 لهم نشاط سابق وثلاثه بس ما لهمش ملفات عندنا تم استجوابهم يا فندم وجاري اتخاذ اللازم. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. 9 صباحا. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مساء الخير يا باشا. يا مدام رد علينا مش كده؟ من ساعة ما رجعنا من الندوة انت ما بتتكلميش. في ايه؟ ما انتش عارف؟ عارف ايه؟ اسمع يا هشام، احنا اتفقنا اني ما تدخلش في شغلك، لكن تعمل لي طرطورة لا. طرطورة؟ ازاي بقى لا سمح الله؟ انا زعلانة منك، ازاي ما تتصليش بيا؟ باين عليها لطيفة قوي يا هشام، عرفت تنقي. خبرة 14 سنة مباحث يا فندم. مين الست القرشانة دي؟ دي واحدة ست غبية. ولما هي غبية بتعرفني عليها ليه؟ أنا مالي ومالها؟ علاقات اجتماعية. أنا بقى مش عايزة العلاقات دي. بس أنا عايزها. يعني إيه؟ دي مرات واحد من أخطر الرجالة في الوزارة. برضه ماليش دعوة بيها. بس أنت بتعملي ده علشان خاطري. وأنت محتاج له؟ كل واحد محتاج لحد يقف جنبه يقول في حقه كلمة كويسة. يرشحوا المنصب اكبر. يسري ده ما تتصوريش انا بكرهه قد ايه. وعلى فكره ده بلدياتي. بس مش ممكن اعترف بيه كظابط مباحث كفء. بس موجود في موقع ممتاز. يعني كلمه منه ممكن ترفعني فوق. انت عارفه هو اللي رشحنا تنيل هنا مصر. اشمعنى؟ يعني بيحاول يرد جزء من جماهيرنا عليهم. طول عمره كان واد خايب لكن حظه ضرب. كل دفعته اتنقلت المحافظات والمراكز اللي هو اشتغل على طول في مصر. بيقولوا انه ابو مراته حطه في الحته اللي عليها العين ورسمه. يعني زي ما تقولي كده كوسه. البشاميل كل اللي مطلوب منك ان بين الوقت والتاني تتصلي بيها. كلمتين حلوين منك هيفتكرونا. الدنيا بقت ماشيه كده. تكرهي ان ابقى راجل مهم؟ صباح النور. انا بارتك اللي في الشقه اللي قصادك. سميح. اهلا وسهلا. اتفضلي. اهو احنا جيران كده بالاسم. مفيش مره فكرتي تزوريني. لا ازاي؟ ضروري ان شاء الله.
ممكن استعمل تليفوني؟ اصل تليفوني عطلان من امبارح. اوي اتفضل. التليفون هناك. ميرسي. اصل انا لازم اكلم ماما كل يوم عشان اطمن عليها. في حرارة؟ طبعا تليفونكم ما بيعطلش ابدا. تفضل. صباح الخير يا فندم. انا جبت لحضرتك كل الطلبات وجبت كيسين رز. طب كويس تاخرهم المطبخ. انا معايا نص رمضان السباك ساعات البيع النهارده الصبح ان خلاط المطبخ عايز يصلح. طب ادخل معايا. امسح رجليك يا استاذ رمضان وتعالى ورايا. ايوه حاضر. ممكن يا استاذ بعد ما تخلص تيجي الشقه اللي قدامك عشان تشوف لي بلاعه المطبخ اصلها دايما مسدوده. نص رمضان مش فاضي، هو جاي مخصوص لشقة هشام بيه. بقالي أسبوع بدور على سباك ومش لاقي. لازم يا منى نزور بعض، تشوفيني أشوفك ونقعد نتكلم، وبعدين كمان صفوة جوزي لازم يتعرف على هشام بيه، على الأقل عشان يبارك له في الجواز، ولو إنها جت متأخرة لكن مش ذنبنا. أهلاً وسهلاً. أهلاً يا رب. باي باي، مع السلامة. وبعدين أنا مش عايز حد يزورنا، خصوصاً الجيران. هي اللي قلحت، كنت هقول لها إيه؟ بلاش تزورونا؟ لا نقول، لأن احنا لو فتحنا باب الزيارات مش هنخلص. وبعدين بقى الزيارات دي مش لوجه الله، كل زيارة هيبقى عليها طلب، عايزين كارت، عايزين توصية، كلم لنا فلان، كلم لنا علان، وأنا عارف الصنف ده من الجيران كويس. وبعدين أنا مش فاضي للكلام الفارغ ده، أنا عندي مسؤوليات أهم وأخطر، وأنت لازم تفهمي ده كويس. اطلعي أنت، لأن ورايا مشوار مهم. إيه؟ أنت عندك برد؟ مش عارف. الدكتور اتفضل. كان نفسنا نقابل هشام بيه. هشام شغله ملوش مواعيد، بيطلبوه في اي وقت من الليل او النهار. الفيتامينات اللي كتب لك عليها الدكتور النهارده بعد تلغراف المنيا. اكيد بابا وماما هيطيروا من الفرحه. انتظروا ولي العهد الامضاء هشام. صباح الخير يا باشا. في ايه؟ محلات هشام تقدم افطار مكون من كل العناصر الغذائيه، صحي وطازج. صنعت ايديا وحياه عينيا. اتفضل كل يا حضره الضابط اشرف. الواد ما بيتكلمش. مين الضابط اشرف؟ اذا كنت جعان قول للست والدتك ما تدلعش. قولوا ما تتكسفش يا حضرة الضابط أشرف. حالا وظفته وسميته أشرف هشام. اسم فيه عظمة ليا وليه. وضروري هطلعه ضابط تاني. الضباط هم اللي بيحكموا العالم امبارح والنهاردة وبكرة وفي كل زمان ومكان. لو سمحت يا مدام تاكلي كويس عشان حضرة الضابط يطلع متغذي واتجامل. ها أهلا. كان نفسنا يا فندم ليلة امبارح نقعد مع سعادتك. معلش أصل جاي شغل مستعجل. طبعا طبعا احنا مقدرين مسؤولياتك، ده أمن البلد كله في ايديكم، ربنا يكون في عونكم. شكرا.
فندم. أنا لي رجاء عند سعادتك. خير. حضرتك ممكن تعرف إن عندي مزرعة دواجن ومخصص ليا حصة في العلف. وحضرتك بقى عارف الإجراءات الروتينية. يعني عقبال ما يصرفوا العلف تكون الفراخ ماتت من الجوع. كل اللي بطلبه من سعادتك إنك تساعدني بصرف الحصة بسرعة. أنا ماشي تمام، كله قانوني، إنما هي مسألة الوقت بس. سعادتك في مذكرة دي، تليفون صغير من سعادتك للمختص هتحل المسألة على طول. اتفضل. هحاول هحاول. صباح الخير يا صاحبي. في حاجة؟ لا ولا حاجة. صباح الخير يا سعادة البيت، تحت أمرك. حسابك كام؟ خلي يا سعادة البيت كفاية هلة سيادتك علينا. كام؟ 2 جنيه ونص سعر الجملة. أنا عندي شوية موز مغربي نمرة واحد. ما يستاهلوش غير البهوات اللي زيك. احجز لك كام كيلو؟ بعدين انا ببعت لك ابراهيم. طيب يا سعاده البيت. مع السلامه يا بيه. مش ملاحظ حاجه؟ الاكل لذيذ جدا. انا ما بتكلمش عن الاكل. فستاني شيك قوي. الفستان ده لبسته 100 مره قبل كده. ما بتتكلم عن ايه؟ بص حواليك شويه. بعدين يا منى هتقول النهارده تحقيقات واستجوابات مع ناس ولاد كلب مش عارفه تعترف. يعني دماغي بتغلي. خلاص خلاص. ما تزعليش مني انا اصلي مرهق شويه. قولي بقى كنت بتتكلم عن ايه؟ ابدا. كنت عايز اخد رايك في الورد اللي اشتريته النهارده. ورد؟ على فكرة أبو كمال البواب ساب لك الجواب ده، قعد يكلمني عن ابن أخته اللي خلص تجميل ومش لاقي شغل، وكان نفسه إنك تساعده، ولما معرفش يكلمك كتب لك الطلب ده. ليه كده؟ هو فاكرني إيه؟ سمسار أنفار ولا فاتح مكتب للسجل العطلية؟ حرام عليك، هقول له إيه دلوقتي؟ ده مستني إنك تساعده. خليه قاعد يستنى. هو صنف ده ورا ايه في الدنيا غير انه يقعد يستنى؟ شهد الرئيس أنور السادات الاجتماع المشترك الذي عقدته اللجنة المركزية ومجلس الشعب بقاعة اللجنة المركزية بمناسبة الذكرى 5 لرحيل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. حضر الاجتماع السيد حسني مبارك نائب رئيس الجمهورية، والمهندس سيد مراي رئيس مجلس الشعب، والسيد ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء. وقد قوبل الرئيس بعاصفة من التصفيق المتواصل لدى وصوله. وحيا رئيس منى لما تحب تفسحني تبقى اسالني عايز اروح فين ومع مين. وطي صوتك بلاش فضايح. من يوم ما اتجوزنا وانا بقول لك نفسي احضر حفله لعبد الحليم. تقوم تجيبني السينما مع الست اللي ما بتنزليش من زور دي. معلش يا حبيبتي ده شغل. شغل تاني؟ كان لازم اقابل العميد يسري النهارده. وانا انت مراتي حبيبتي.
ولكنها لم تصل ابدا. واوضح الرئيس ان الاتحاد السوفيتي يمارس الان ولا ايه؟ قول لي وصلتوا ليه في التحقيقات مع الواد جابر؟ يعني ايه مش عايز احترق؟ الواد ده هيضيع وقتنا ولا ايه؟ انا كنت دلوقتي في الوزاره وعندي تعليمات انك تروح تقابل فاروق شعبان. هشام هشام روح له وتتفق معاه على كل التفاصيل وتخليه متعدل للشهادة. تتفق معاه نبيل على هشام اللي شافهم في مضيف محطة مصر الساعة 7 الصبح وبيسلموا بعض المنشورات. انت فاهم الباقي بقى؟ هشام اشوفك بكرة الصبح، مع السلامة. هشام هشام ايه؟ عندي نزيف. عارف الحمد لله المدام كويسة، هتستريح الليلة دي معانا وممكن بكرة الصبح ترجع البيت. والجنين؟ الجنين يتعور بإذن الله. أيوة أهلا يا سعادة الباشا، صباح الخير. الحمد لله يا فندم، لا المدام النهاردة كويسة. لا يا سعادة الباشا أنا نازل الشغل على طول، نص ساعة وهكون في المكتب. مع السلامة يا فندم. أنت نازل؟ صباح الخير الأول. صباح الخير. عميد يسري بيسأل عليك. مراته كمان بتسأل عليا؟ طبعا بتسأل عليك، وأكيد كمان هتيجي تزورك. شكرا يا رب. وأنا لازم أنزل أروح الشغل، أنا ليا يومين قاعد في البيت. وبعدين أهو أنت سامع بودانك إنهم عايزيني ضروري. وبعدين أنا قلت لك أبعت لماما المنيا تيجي تقعد معاك اليومين دول، أنت رفضتي. ورفضتي كمان إنها تعرف إيه اللي حصل. طيب، أنا كمان ما ينفعش أقعد في البيت. إيه العمل؟ بتعيطي ليه دلوقتي؟ كلميني ورد عليا. يلا صباح الخير. خير منى ازيها النهارده؟ اتفضلي. شكرا. على فكره يا مدام سميحه، بلغ الباشمهندس صفوت ان عملت اتصالات يوافقوا على صرف حصه العلم بتاعه المزرعه بتاعته، ممكن بكره ان شاء الله يروح يصرفها. متشكره. قولي لي يا منى، ماشي النهارده مكافاه على الخبر الحلو ده. مجدي عز العرب، سيادتك بتراسل المجلة دي من امتى؟ 3 سنين. هل إدارة المجلة في لندن هي اللي بتحدد لسيادتك نوعية الموضوعات اللي بتتناولها في مقالاتك؟ أبداً، أنا حر تماماً في اللي بكتبه. ألم يحدث مطلقاً أن تعرضت مقالات سيادتك لأي نوع من أنواع التدخل من جانب الإدارة في لندن، يعني بالتعديل، بالحذف، بالإضافة؟ إطلاقاً. أنا كاتب ليا اسم وتاريخي. ما اقبلش باي شكل التدخل في اللي بكتبه. اتفضل سيجار. ايه
اللي انت بتعمله انت بتتحقق معاه ولا بتطبطب عليه؟ ها؟ طلب له شاي وتدي له سجاير وتدي له ساعتك، ايه ده كله؟ احنا في كازينو ولا ايه؟ غلط يا فندم. الاستاذ مجدي استاذ العرب الكاتب المعروف اللي كلنا بنقراه. بعدين المفروض ان احنا بنحترم الناس وبنعاملهم كويس. انا هكمل سؤالي. قول لي يا استاذ مجدي، هو سعر الدولار بقى بكام في السوق دلوقتي؟ سؤال غريب، ايه علاقة سعر الدولار بالتحقيق اللي انت طالبني فيه ده؟ علاقة قوية جدا، امال يعني هتكتب في الجرايد والمجلات بره مصر لوجه الله يعني؟ دي اهانة لا اقبلها. طب ما تتحمقش قوي بقى ورد على سؤالي. اي سؤال بالظبط؟ انت بتكتب ليه بره مصر؟ لاني ممنوع من الكتابة جوه مصر. معك ما يثبت انك ممنوع من الكتابة جوه مصر؟ حضرتك عارف ان المسائل دي ما بتتكتبش في قرارات، وانما بيبقى نوع من التعليمات بالتجميد وعدم النشر. حتى اذا افترضنا ده، فهل معناه انك انت هتكتب بره مصر تهاجم بلدك؟ ارضك اللي ربطك وعلمتك يا استاذ. انا ما هاجمتش مصر في اي كلمه كتبتها، انا فقط بهاجم الاوضاع الغلط. حضرتك بتقصد الاوضاع الغلط في الحكم؟ ايوه. خلاص يا اخي، ده اعتراف رسمي منه انه ضد نظام الحكم، وبيكتب لاثاره البلبله والشكوك وتهيج الراي العام. حساس انا يا فندم. ومصر كلها طيبة. متشكر متشكر متشكر. ده بقى صاحب ده كله أكبر راجل عمل في مصر عضو مجلس الشعب. عشان كده جبت لي فستان جديد وودتني لأكبر كوافير في البلد. دول بقى كريمة المجتمع. إيه يا منى؟ مش مقدرة أهمية جوزك ولا إيه؟ وانت طيبة يا منى. وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة. تعالي بقى لما دوقت الكافيار، الأكل هنا كله جاي من مطعم مكسيم في باريس. وإيه المدفون مقصود بالطيارة؟ على فكرة يا هشام، أنا مبسوط من شغلك أوي في القضية الأخيرة. البركة في توجيهات سعادتك فندم، اتفضل. عاملين إيه مع أولاد الهرمة دول اللي عايزين يخربوا البلد؟ دول شغالين زي السوس في كل حتة، في الجامعة، في المصانع، في وسط الناس الطيبين الغلابة. ثم ازاي تسكتوا على الكلام اللي مكتوب في المجلات بتاعت الحيطة اللي في الجامعة دي؟ دي قلة أدب، عيال قلالات الأدب، مضحوك عليهم، نازلين كلام فارغ. احنا واخدين بالنا كويس قوي يا فندم. أنا يا ما قلت ويا ما هقول، أنا عندي حقائق بالمستندات والأرقام. أيوة، محمود بيه ابتدى يتكلم في السياسه. واحنا لينا غيرها؟ ده قدرنا يا قاسم يا ابني. استنى بقى ابدا منك. تكتب على المغطي في الجورنال بتاعك، اعمل حساب لده وده. انما انا بقى على عينك يا تاجر، بتكلم عن المكشوف. اتفضل يا محمود بيه. عايزين نسمع. انا قلت في مجلس الشعب ان البلد دي بقت خرابه. اي والله خرابه. ما فيهاش حاجه نافعه ابدا. مواصلات، تليفونات، ميه، مجاري. لا 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 لا، المرافق دي كلها لازم نسلمها لشركات او مستثمرين اجانب يديروها. ما هو ماركوني يا اخي هو اللي عمل الراديو والاذاعه،
والبارون عمل مصر الجديدة. أنا بقترح مثلا إننا ندي حتة زي المنتزه دي اللي في اسكندرية للمستثمرين الأجانب. أيوه سواح ييجوا فيها بقى بلانشاتهم وطياراتهم الهليكوبتر يهيصوا ويقلعوا مالطو وينبسطوا. أهي دي حاجة سهلة، إنما تجيب عملة صعبة. صعب الواحد يقدر يقول الكلام ده. صعب عليك أنت، إنما أنا اللي مقتنع بيه بقوله على طول. أنا بلا فخر أول واحد قلت إن القطاع العام لازم يتباع. قلتها وبقولها وهقولها لحد ما تتنفذ الحكاية دي. يطلعوا يقولوا لي العمال يروحوا فين؟ هيروحوا فين؟ ما هم موجودين. مهم يشتغلوا بجد ومن غير دلع وهزار، واللي ما يشتغلش ينطرد على طول. مظبوط، المصانع بقت فوضى واخر اهمال. ولسه قال ايه؟ العمال دلوقتي بيتكلموا في السياسه، يروحوا بقى بتوع السياسه يشتغلوا عمال. الحال اتقلب، وكل ده من افكارهم المهببه، زي حكايه السد العالي اللي بوظ الارض وخلى الزرع ملوش طعم. لا بقى في طمي ولا في اراضي زراعيه جديده، حتى الاراضي القديمه طبلت من الميه الجوفيه. وادي اللي خدناه من السد العالي، كفايه علينا الاغاني. قلنا هنبني وادي احنا بنينا السد العالي. بلخيبه. بس الكلام ده مش مظبوط افندم. انا بحب اسمع الراي المعارض واحب المناقشه. حضرتك بتقول ايه بقى؟ انا والدي مهندس راي وسافرت معاه من بلد لبلد، وكان دايما بيأكد لي ان لولا السد العالي كانت البلد غرقت في الفيضان او ماتت من العطش، ولولا السد العالي ما كانتش الارض الزراعيه كفت الزياده الرهيبه في عدد السكان. ده بقى غير الكهرباء والمصانع الجديده. اسمحي لي بقى ارد عليكي، ده كلام تلامذه حافظين المناهج والمقررات كويس. كان لازم تحرجين قدام الناس. انت مالك ومال المناقشات دي؟ وكمان عايزين نسحب الحفله اخرج عشان تحاسب عليا موقف. حاجه غريبه والله، انت ليه مش عايز تقدر تشوف شغلي؟ بس بقى كفايه، شغلك شغلك وانا ماليش في باب عندك خالص. كرامتي لما تهان قدام الناس ده ما بيأثرش فيك، واحد جاهل زي ده لما يهزقني وشويه المنافقين اللي حواليه يضحكوا عليا ده ملوش اعتبار عندك. انت ازاي تكلميني باللهجه دي؟ وانت ازاي بتعاملني بالاسلوب ده؟ يا حضره الضابط المهم، انا برضه مراتك او المفروض اكون كده. يعني ايه؟ يعني المفروض انك انت تحافظ على كرامتي، مش تضحك وتسكت وتجامل. يعني تغلط وحضرتك دافع عنك؟ ايوه، وبعدين انا ما غلطتش، انا قلت الحقيقه اللي لازم تتقال. مش هي دي الحقيقه؟ طبعا لازم تبرر موقفك الفظيع ده. انا ما اسمحلكيش تكلميني باللهجه دي. تسمح ولا ما تسمحش مش هي دي المشكله. انا هرجع الجامعه من بكره وهبقى تلميذه فعلا. كانوا بيقولوا لنا الدنيا هتبقى حلوه والرخاء هيعم البلد. ليه عملوا كده بس؟ والغلابه هيعيشوا ازاي؟ وما تنسيش حته الحلاقه. هو فين هشام؟ انا بطلب في مكتبه ومحدش بيرد. هو في حد قاعد على مكتبه؟ دي البلد بره مقلوبه، وهشام بيه من الاجتماع ده للاجتماع ده، وكل التليفونات بتقفل والعربيات بتشحن عساكر والمظاهرات في كل حته. ده انا جاي من الوزاره على رجليا جري، قطع المواصلات، حرقوا الاتوبيسات وقلبوا الكرميات ونهبوا الدكاكين. بلاش الشنطه دي يا ست هاني، حطيني الحاجات في كيس نايلون. انا لو مشيت في الشارع بالشنطه دي يمكن البوليس يمسكني. يمسكوك انت يا ابراهيم؟ دول بيمسكوا عمال على بطال. وحليني بقى سيادتك لما يعرفوا انا مين وانا بشتغل ايه. العربية ذنبه ايه؟ بتلاقيه شاريها بطلوع الروح. ابراهيم كان عندي بيقول لي انهم حرقوا اتوبيسات ودكاكين. طب ليه؟ هي دي مش حاجة البلد؟ مش خسارة لينا كلنا؟
انا خايفه قوي يا سميح، انا مش عارفه حبات لوحدي ازاي. ما تخافيش، تعالي باتي معايا اهو نتسلى. الواد ده مش شبه عبدين، الصوره مش واضحه فعلا. انا شايفه كويس، انت عينك تعبانه. وده مش متولع الغاب؟ ده متسجل عندنا في القضيه 76 بتاعت الانتخابات. امال في العيال بتوع كليه بقيت الصوره توصل حالا من المعمل يا فندم. الو؟ ايوه يا فندم. سيادة لاقين مع سيادتك. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم، جالي استخراج اذن النيابه بالتفتيش والقبض عليهم. ممكن استخراج اذن النيابه بالتليفون؟ حاضر يا فندم. القايمه دي هتضم 44 واحد. الليله يا فندم؟ حاضر حاضر يا فندم. مع السلامه. يا حرامي يا حرامي يا حرامي. مسرحيه حلوه بس الواحد مالوش نفس يضحك. عايزين يخلوا الناس ما تفكرش في اللي حصل بالطريقه دي. انا حنان، اللعب ما يحلوش الا بالفلوس. بس كده يبقى قمار؟ لا، يبقى تسالي بس في شويه حيويه سسبنس. ايه رايك انا هدخل الدور ده بربع جنيه؟ موافقه؟ موافقه. بناء على ما تقدم به السيد رئيس وموافقة رئيس الجمهورية، أصدر السيد ممدوح سالم قراراً بإيقاف العمل بالقرارات التي كانت المجموعة الاقتصادية قد انتهت إليها بشأن زيادة في أسعار السلع. هذا وقد صدر القرار بفرض حظر التجول ابتداء من الساعة 4 من مساء اليوم وحتى 6 من صباح الغد. وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان صباح اليوم أن الأمور عادت إلى طبيعتها وأنها وضعت. كل ما افكر ان دي اول مره في حياتي بعيش فيها تجربه حظر تجول، قلبي بيدق من الخوف وحس اني مخنوقه. في حرب 56 كان عندي 9 سنين. كنا عايشين مع جدي في المنصوره. كان جدي ياخدنا على سطح البيت ونتفرج على الكشافات وهي بتنور السما بتدور على الطيارات. وكنا بنغني هنحارب هنحارب. كانوا كل العيال بيبصوا للسما ويغنوا. وفي حرب 67 و73 ما عشناش ابدا حكايه حظر تجول. كان قدامنا هدف معين، عدو لازم نحاربه، نكسب نخسر، الحكايه كانت مفهومه. انما دلوقتي ايه لازمه الكلام ده دلوقتي؟ ما احنا كنا قاعدين كويس وبنلعب وبنكسب. طب فرقي بقى. شوية بقى لي يومين ما نمتش، عايز انام. وطول اليومين دول ما تفكرش تتصل بيا؟ حصل حاجة؟ لا ابدا. صحيح الساعة 12 صباح الخير يا بنتي. هشام موجود؟ انا خالة هشام. انت مش فاكراني؟ احنا حضرنا فرحكم.
اتفضلي. ابني عزت قبضوا عليه اول امبارح الفجر، وبعد ما فتشوا الشقه حته حته خدوه ونزلوا، ومن ساعتها مش عارفه هو فين. مش معقول ازاي ده يحصل وابن خالته ظابط مباحث قد الدنيا. اول ما فكوا حظر التجول خدت اول عربيه نازله من طنطا وجيت على هنا. هو فين هشام يا بنتي؟ نايم. صحي يا بنتي اعملي معروف، قولي له خالتك سعديه عايزاك ضروري. عزت مش بهدلة، دي آخر سنة له في كلية الطب، ليه يضيعوا مستقبله؟ ده عمره ما كان له دعوة بأي حاجة. طب اهدي شوية. ضغط يا بنتي، ضغط في اللسان. اللي يقول لي ده في سجن طنطا، واللي يقول لي رحلوه سجن القلعة، مش عارفة أسأل مين. معقول كل ده يحصل وهشام موجود؟ أنا عايزة أعرف ابني راح فين، ومسكوه ليه؟ أنا هروح أصحيه. بسرعة يا بنتي، ربنا يساعدك، وما تشوفيش العذاب اللي بتعذبه. هشام خالتك سعدية برا وعايزاك. خالتك سعدية جت من طنطا وعايزاك. انا عايز انام شوية. ابنها عزت مسكوه، دي عمالة تعيط برا. مسكوه طب انا هعمل له ايه؟ طب قوم قابلها عشان خاطر. يا ما كانش عزب بيحكي لك عن اي حاجه؟ حاجه زي ايه؟ طب لما فتشوا البيت ملوش حاجه في اوضته؟ لا ابدا، ولا ورق ولا مجلات ولا حاجات من دي. انت بتسالنا؟ انا ما تروح تسالهم هم. بعدين الورق ايه اللي بتتكلم عنه ده؟ طيب يا خالتي ارجع عندي طنطا وانا هعمل اللازم. يعني ايه ارجع طنطا؟ انا لازم اشوف ابني واطمن عليه. خالتي دي مسألة إجراءات، هيسألوا سؤالين ثلاثة وبعدين هيفرجوا عنه. أنا مش منقولة من هنا غير لما أعرف ابني فين. أمال عمالين يقولوا هشام 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 اللي كلمته واصلة. وتمسك سماعة التليفون وتسأل عليه، ده ابن عضو مجلس الشعب في الدايرة بتاعتنا، مسكوه برضه مع الطلبة، لكن أبوه طلعه في نفس الليلة، والولد بات في وسط أهله. مين الواد ده؟ أبوه اسمه إيه؟ أنت برضه بتسألني؟ ما تروح تسألهم هم. معلش يا خالتي، هشام تعبان بقاله يومين ما نامش. بقى انا اللي جايه المشوار ده كله ومتعشمه فيه، قوم يسيبني ويمشي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. مش عارفه هشام هيرجع امتى. هو انتي مش سبتي له ورقه؟ كرسي الهزاز راح فين؟ بعت. بعتيه؟ اه، احيانا بيطلع في دماغي كده اغير في البيت، اشتري ابيع. جوزين فول. اصل انا ما احبش الروتين، لازم يبقى فيه تغيير كل شويه. مره صفت جوزي خرج بسرعه من اوضه النوم وهو بيصرخ ويكلم نفسه ويقول اتسرقنا اتسرقنا. اصل انا يوميها كنت بعت السرير والدولاب والتسريح. لازم عنايات جارتنا اللي في الدور الرابع. اهلا يا ام العيال. ابتديتوا؟ طبعا، امال كنا هنستنى لما تلاقيكوا العيال. دول غلبوني لغايه ما ناموا. طبعا ما تعرفوش بعض. منى عنايات. اقعد يا ام العيال. انا بقى مريحه نفسي، لا بشتغل ولا عندي عيال. انت عمرك ما اشتغلتي يا سميحه؟ لا اشتغلت شغلتين بس ما نفعتش، اصل ما احبش قعده المكاتب، بزرق بسرعه. على فكره يا منى انا شايفه كل ورقك. انت بتلعبي بنيه سليمه قوي وقلب طيب. عايزه انا ابقى شريره؟ لا، لازم تدخلي بقلب جامد وتعملي بلوفات. بلوفات؟ انت هتطمنيها علينا؟ الله، مش صاحبتنا ويهمنا مستقبلها. اتفضلي
احنا كنا بنقول ايه؟ احنا عايزين نكون جاهزين قدام النيابة بكل الاعترافات والشهود والاحراز. سيد انت حرصت كل المظبوطات؟ بنشتغل فيها يا فندم، دي كميات كبيرة ومختلفة، فيها منشورات وكتب وقصائد شعر، ده غير التسجيلات الصوتية. انت بتشتغل معاك كام واحد يا سيد؟ خمسة يا فندم. كم؟ خمسة يا فندم، شغالين ليل ونهار. هنبتدي بثلاثة كمان عشان يساعدوكم، المهم كل محاضرة التحريات والأدلة تخلص بأسرع ما يمكن. بيتهيألي يا فندم إن احنا ما اتخذناش الإجراءات القانونية اللازمة. بيتهيألك؟ أيوة، يعني في حاجة غلط حصلت ومش عارفين نتصرف فيها إزاي. إيه اللي حصل؟ بعض اللي فتشنا بيوتهم ثبت إنهم كانوا في الخارج أثناء المظاهرات. يعني مسافرين بره مصر. منهم ناس أكتر من ثلاث سنين. ده غير إن بعض اللي قبضنا عليهم اكتشفنا كمان إنهم بيشتغلوا معانا في المباحث. يعني من مصادرنا. ضروري يحصل غلط. العمليه كبيره ولما نقبض على 500 واحد. 550 يا فندم. ايه؟ 550. طيب بعدين يطلع 10 غلط ما يجراش حاجه. المهم امن البلد. بس دي وحشه في حقنا، واللي بيتهموا في الاجراءات القانونيه ممكن. ما تخافش من حد يا فوزي. يا فندم انا قصدي ان القوائم القديمه اللي عندنا كان المفروض كان المفروض كان المفروض ايه؟ ان احنا نسيب البلد تتحرق؟ نخلي الخونه والعملاء يقلبوا نظام الحكم؟ ايه هو اللي كان المفروض يا حضره الرائد فوزي؟ يا فندم انا قصدي ان القضيه كده قدام المحكمه. حد اشتغل لي قضاء ولا ايه؟ احنا ورانا شغل لازم نخلصه، ما عندناش وقت نضيعه، مفهوم؟ ابراهيم يا ابراهيم يا زف. ايوه يا فندم. ايوه يا كنت فين؟ ده صوت هشام ويدرى ايه؟ هيعرف انك هنا ويخبط علينا. لا لا انا هروح. اعمل ايه يا ابراهيم؟ النهاردة يا ست هانم سعادة البيت طلب مني اعمل شاي وقهوة لحضرات الضباط. لقد ثبت من التحريات والمعلومات المتوفرة لدينا العناصر المضادة حركت الغوغاء للقيام بأعمال التخريب والفوضى بما يحقق لهم سرعة الانتشار وصولا إلى إشعال ثورة شعبية ضد النظام. انت راجع المكتب دلوقتي يا سيد؟ ايوه يا فندم. بكره الصبح هنراجع مع بعض كل اللي تم. مع السلامه. انت هنا؟ وانت يهمك قوي اذا كنت هنا ولا مش هنا؟ وما تتصلش بيا وانا مش عارفه مكانك، ما تفكرش مره تطمن عليا، بتخرج وترجع زي ما انت عايز، وانا ماليش اي اعتبار. قلبت لي البيت مكتب شغل، وجبت لي المراسله بتاعك يعك في المطبخ. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما بتفكرش لحظه اني موجوده؟ اني ليا مشاعر وكرامه؟ انت بتتعمد تهني؟ شريط لعبد حليم. تقول ايه؟ شريط لعبد حليم حاجه رايقه كده على مزاجك. غير هدومك. انت ما عندكش دم ولا احساس. اوعى. انا مش ممكن اقعد في البيت ده لحظه واحده. انا مسافر مني عند بابا. عايزه تعمليه بضحى في الحته؟ انا اللي بحافظ على امن البلد، مش عارف احافظ على امن بيتي ومراتي تطفش بالليل. معقوله ده؟ عارف ايه اللي جرالنا؟ بقينا نتخانق كتير وما نحسبش على كلامنا. بس انا قلت لك يا مولانا ما تحاولش تستفزني. انت عليك جزء كبير قوي من المسؤوليه، وانا كمان عليا جزء. بس انا مطلوب منك اليومين دول انك تستحملي اكتر. اليومين دول هم اللي هيحددوا مستقبلي. يا اما افضل في مكاني محلك سر، يا اما ابقى فوق فوق قوي مش هحكي لوحدي. هتكوني معايا. فاكرة يا منى؟ فاكرة قبل ما نتجوز قلت لي ايه؟ لما بكون معاك بحس ان كل الابواب بتتفتح قدامنا، وبحس ان الناس كلها بتحترمنا،
مستني اي كلمه او اشاره مني. وقلت لي انك مبهوره بالجو ده. ساعه انا فرحت قوي بالكلام ده، وقلت هي دي اللي تنفع تبقى مراتي. كنت عيله. عايزك على طول تفضل عيله. هي دي المشكله. ولا مشكله ولا حاجه. انا كل يوم بكبر وبفهم، بيروح اللي انبهر وبتبان الحقيقه. هي اعصابك تعبانه شويه، محتاجه تشغلي نفسك بحاجه. اسمعي، مش كنت عايزه ترجع الجامعه؟ انا موافق. الصبح تروح الجامعه وانا هوصلك في سكتي. توصلني؟ لا خلاص، روحي لوحدك. عزمني على العشاء هنا؟ في احسن ترابيزه. ايه المناسب؟ احتفالا بالطالبه منى اسماعيل. ده اللي هو انا اجمل طالبه في الجامعه. لا بقى، ده يبقى غزل. اكيد انت مش في حالتك الطبيعيه. لو كنت اعرف ان رجوعك الجامعه هيرجع لك ضحكتك وحيويتك، كنت انا اللي طلبت منك انك ترجعي. لكن متهيألي ان الجامعه اليومين دول اتغيرت. ازاي؟ يعني اللي حصل في البلد اكيد انعكس على الجامعه. يوه كتير قوي. طب ده مفيش كلام غير في السياسة. من يومين واحد زميلنا اقترح اننا نعمل زيارات لأهالي الطلبة اللي مقبوض عليهم، يعني نشجعهم وناخد لهم هدايا ونقول لهم كلمتين حلوين. فكرة هايلة وفي منتهى الإنسانية. هي دي بقى أخلاق القرية. طالب ده دفعتك؟ محفوظ عمران. محفوظ؟ أنا معرفش حد اسمه محفوظ. ده اسمه ماجد، ماجد فريد. انما ألذ حاجه بقى قصايد الشعر والزجل اللي بيكتبوها، والطلبه بينقلوها من بعض. في واحد كتب زجل لما قريته فطست على روحي من الضحك، بيتريق فيه على كل حاجه. طب ما تضحكيني معاكي لما نروح البيت. صباح الخير يا عصام. قبضت على ماجد وايمن. مش معقول. ليه؟ امتى ده حصل؟ بيقولوا انك انت اللي بلغت عنه. مش جوزك ظابط مباحث؟ يا منى، يعني هو ظابط المباحث الوحيد اللي في البلد؟ مش يمكن حد غيره عمل كده؟ وممكن زمايلك فعلا يكونوا يستاهلوا اللي حصل. من زمان اللي مش مستحمل عيش معايا. البيت بقى زي السجن. معلش يا بنتي، ازمه وتعدي. الو؟ ايوه. ايه يا اخي اللي بتعمله ده؟ البنت منهاره. ازاي ترضعها وسط زمايلها في الكليه؟ ازاي تشوه سمعتها؟ دي برضه مراتك. حد يعامل مراته بالشكل ده؟ الاصول والشرع والدين بيقولوا. اسمع يا باشمهندس، انا ما عنديش وقت للمحاضرات دي، وباختصار شديد بنتك غلطت. ازاي تسيب البيت وتخرج من غير اذني؟ انا كنت بقى عايز تفهمني الاصول تجيبها دلوقتي وتيجي على طول. بعدين ما تنساش يا باشمهندس بقى الظروف اللي بتمر بيها البلد. بعدين انت راجل كبير ومحترم، وباقي لك كام شهر وتطلع على المعاش. من الافضل انك تكمل المده وانت في وظيفتك وسط بيتك وبلاش بشرة. فهمني كويس مش كده؟ دلوقتي تنزل وتجيبها معاك.
خلص المقابلة بعد عليها في المكتب. أنا طلبت الملف بتاعك وقريته. كل تقرير رؤسائك اللي اشتغلت معاهم في محافظة كفر الشيخ والدقهلية والمنيا بيشهدوا لك بالنشاط واليقظة والكفاءة. ولكن واضح إن في حاجة غلط لما جيت اشتغلت هنا في مصر. أنا ما بتكلمش عن حجم العمل أو النشاط. أنا بتكلم عن الأسلوب، أسلوب ممارسة العمل. دي آخر شكوى وصلت لنا. شكوى مجهولة ما عليهاش أي توقيع يا فندم. دي صورة من الأسلوب الغلط اللي أنا بتكلم عليه. أنت بس بصيت للشكوى، بتشوفها منضية ولا لأ؟ لكن ما بصيتش الشكوى مكتوب فيها ايه. المفروض ان كل شكوى توصلنا لازم نقراها، مش جايز اي شكوى مجهولة تقودنا الى معلومات هامة ومفيدة. متأسف. الواقع اللي في الشكوى بتتهمك بالقسوة والعنف وتعمد الاهانة والتجريح للحصول على معلومات من بعض المواطنين. يا فندم انا عايز الرد مكتوب. حاضر. وبعدين لما واحد يكتب شكوى بالمعنى ده حتى لو ما بضاهاش معناه ان في حد غيره عنده نفس الرأي بس ما قدرش او ما حاولش انه يقوله او يكتبه. وده شيء خطير ان يكون هناك انطباع عن احد ضباط الشرطة بهذه الصورة، لان ده معناه تبديد كل الجهود المبذولة لكسب ثقة المواطنين. اتفضل يا افندي روح على مكتبك وهات لي رد على الشكوى دي بسرعة. حاضر. ايه برضه مش عايزه تاكلي؟ نضربها على الاكل؟
انت كمان مضربه على الكلام. كل ده عشان واحد مغني؟ ارجوك ما تقولش عنه كده. على فكره انت بتفكريني بعمتي، طول النهار لابسه اسود وحاطه قضيه على خدها. انت مش تلبسي اسود تاني، وبلبسيه عليا لما اموت، ولا يمكن هتفرحي لموتي. انا عندي اجازه يومين، هسافر فيهم اسكندريه عشان شويه هوا. وضبي نفسك عشان انت بتسافري معايا. أول مرة العميد يوسف يطلب مني أقوم فيها بأجازة. يعني أنت مش طالع الأجازة دي بمزاج، تعليمات برضه. في حاجة غريبة بتحصل في الوزارة أنا مش فاهمها. سيادة المقدم طارق، أنا هشام أبو الوفا، بكلمك من اسكندرية. وصلت النهارده الصبح. الله يخليك، معلش اصل معايا المدام. اسمع طارق، محدش اتصل بيك من مكتبي في مصر؟ ها؟ طيب معلش، هبقى اتصل بيك بعدين. جوز. مع السلامة يا طارق. مع السلامة. فرد. انت بقى مع سميحة بتلعبي بالفز ولا بالفلوس؟ مؤاخذة يا فندم، أنا أول ما وصلت من اسكندرية رحت مكتب سيادتك لقيته مقفول. حاولت أضرب تليفون في البيت، الجرس بيضرب محدش بيرد، فقلت أجيب نفسي. أنا رافع فيش التليفون، مش عاوز أكلم حد. أنا آسف يا فندم. إيه؟ وصلت في اسكندريه؟ اسكندريه جميله يا فندم، وانا فعلا كنت محتاج للاجازه دي. واضح ان الاجازه دي هتطول. ازاي يا فندم؟ صدر قرار بترقيه 2 واحالتهم للمعاش. انا؟ وانا كمان. مش ممكن. ازاي؟ سياده الوزير بلغني الخبر من يومين. عشان كده طلبت منك انك تطلع اجازه بدل ما تسمع الخبر في مكتبك. سياده الوزير هو اللي اصدر القرار؟ سياده الوزير معذور، الضغوط عليه كتير بعد اللي اتقال بره مصر وجوه عن المقبوض عليهم في قضيه 18 و19 يناير. ده احنا يا فندم اللي حامينا البلد. ده لولانا كانت مصر بقت خرابه. يكون ده جزائنا؟ نطلع معاش؟ يعني كنا نسيبهم يقلبوا نظام الحكم ونهبوا البلد؟ محكمه امن الدوله الدائرة الرابعة والسادسة لما نظرت التظلمات المقبوض عليهم أصدرت قرارها بالإفراج عن 290 واحد. ده خطأ المحكمة يا فندم مش خطأنا. النيابة قالت إن أوراق التحقيق لم تقدم الدليل على إن المقبوض عليهم كانوا بيخططوا للاستيلاء على السلطة. والمحامين قالوا إن إذن القبض والتفتيش صدر مخالف للقانون، يعني باطل، فأوامر الحبس بدورها باطلة، فالمحكمة أصدرت قرارها بالإفراج. آه بس القضية لسه شغالة، وقرار الاتهام صدر ل 167 واحد، يعني إحنا مش غلطانين، في قضية وفي متهمين. فكرت في الموضوع ده كويس، طلعت بنتيجة. الحكومة حبت تهدي الرأي العام فجت علينا. يعني احنا ضحية يا فندم؟ أنا ما بقبلش الوضع ده. اعقل يا هشام، ده أمر وإحنا لازم ننفذ. أنت تروح مكتبك، وإذا كان ليك حاجة خاصة خدها وسلم مفاتيح المكتب ومفاتيح العربية. بالتأكيد دي مسألة مؤقتة،
وبعد ما تهدى المسائل زي ما سيادتك ما بتقول هنرجع شغلنا، مش ممكن يستغنوا عننا يا فندم. انا ياما قلت ليسري سيبك من شغله المباحث دي وقبل اي وظيفه من المعروضين عليك، ده اتعرض عليه وظايف في شركات استثمار ومرتب بالعمله الصعبه وهو اللي مرضيش. لأن عشان نبقى ظباط مباحث، أنا مش ممكن أتصور نفسي غير ظابط مباحث. أيوة يا سيدي، أنا طالب جرجة. طيب دي المساء يا ابني. أيوة يا عمي، أنا طالبك مخصوص عشان تعمل الخدمة دي. أنت تقنع أبويا إنه يبيع الخمس فدادين بتوعي، أنا محتاج لفلوسهم. يا عم اسمعني، انا ما اقدرش اكلمه في الموضوع ده، هيزعل وهيقول الارض مش عارف ايه وانت عارف كلامه. انا دلوقتي محتاج للفلوس وباسرع ما يمكن، من فضلك يا عمي. متشكر. ايه اخبار الفراخ والارانب والبط؟ ما انا جايلك عشان كده يا شمبي. لسه متاخرين عليك برضه في حصه العلف؟ نعمل ده القصد. منى تعالى معايا في ايه؟ تعالى بس. سيبيهم يتكلموا على راحتهم. هو في بينهم اسرار؟ لا شغل. شغل؟ وهشام ماله ما شغل بالظبط؟ هو جاي يعرض عليه يشتغل معاه في المزرعه. اهو منه ضيع وقت ومنه يكسب قرشين. ده المزرعة ممكن تجيب ذهب لو واحد زي هشام خد باله منها. هشام؟ ازاي؟ وشغله؟ شغله؟ هو انت معرفتيش؟ ايه؟ هو ما قالكيش؟ قالي ايه؟ مش معقول، ده البلد كلها عارفة. انت بتتكلمي عن ايه؟ هشام طلع معاش. معاش؟ يا فندي انا ما بسمحلكش انك تكلمني بالاسلوب ده. ما اقصدش يا هشام بيه، صدقني. وعشان الشقة بقت في الشقة بقينا اصحاب؟ لا يا باشا، حتى لو كنا اصحاب انا ما بسمحلكش بالتدخل ده. ولازم تعرف انت بتكلم مين؟ انا ما بسمحلكش بالتدخل ده. اتفضل اتفضل. اخر مره تفتح الشقه الاشكال دي وياك تزوري من تاني. سامعه؟ أنا متأسفة على اللي حصل امبارح. صدقيني أنا زعلانة أكتر منك. زعلانة لأني وصلت للمرحلة دي. بقيتش قادرة أدافع عن نفسي ولا عن أهلي ولا عن أصحابي. خايفة ومرعوبة. عاجزة عن أي تصرف. أنا ما كنتش كده. ولسه دي تبقى مصيبة لو فعلا طلع المعاش. ده خبر أكيد. إزاي؟ أنا لسه شايفاه نازل في نفس الميعاد وركب عربية الشغل. دي مش عربية الشغل، ده اشتراها نفس الشكل وجاب سواق عشان يكمل التمثيلية. وانت عرفتي منين؟ اسأل أبو كمال، وضروري كل أهل الحتة عارفين. إلا أنا؟ لأنك مش عايزة تعرفي. طب تعالي نشرب شاي سوا. تعالي بقى. هشام بيه. اهلا يا فوزي. ايام خطيبتي. اهلا وسهلا هشام بيه. مبروك، سمعت انك اترقيت. ايوه يا فندم، انا خدت رده مقدم. وسيادتك عامل ايه دلوقتي؟ كويس، كلها كام يوم محكمه امن الدوله هتصدر حكمها بالنسبه للمتهمين وهنرجع الشغل على طول.
مسألة وقت. مبروك يا مدموزيل. عن إذنك. عمره ما هيتغير، هيفضل كده، فاكر إن هو بس اللي صح والناس كلها غلط، هو اللي بيحمي البلد والباقي خونة. إيه في إيه؟ بيقول يا فندم إن الصنف ده ممتاز، خارج التسعيرة. مفيش حاجة اسمها خارج التسعيرة، تبقى حرامي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حضرة؟ تعرف انت بتكلم مين يا ولد؟ عارف بكلم مين؟ وكمان بترد عليا؟ قوم اقف انت بتكلمني. انت زودتها قوي. انا لازم اودي الاسم. اسم اسم. انا هوديك الاسم. انا عايز اروح الاسم. تعالى معايا. انا عايز اروح الاسم. انا فين يا استاذ؟ الراجل ده لازم يتحبس. صباح الخير يا باشا. انا العميد هشام ابو الوفا من المباحث. سابقا. أنا مش هقدر أستنى، أنا مستعجل. انده لي شويش عباس. فندم، روح مع حضرته مكتب النبطشي. اتفضل معاه. أنت يا هاني مليانة. بتزعق ليه؟ فين الأكل؟ تعمل ايه؟ زي ما انت شايف. رد عليا كويس. فين الاكل؟ هو ده اللي عندنا. يعني ايه؟ امال فين الفراخ واللحمه اللي في الثلاجه؟ اللحمه عملته من يومين وساعتها قلت لك ان الثلاجه فاضيه وانت ما ردتش عليا. والله دي مش مسؤوليتي. انا ارجع من الشغل الاقي الاكل جاهز. بتبص لي كده ليه؟ مش معقول اللي انت بتعمله ده. انت عارف كويس ان مفيش حد يجيب لنا طلباتنا. وانت من ساعه ما سبت الشغل ابراهيم ما بيجيش. وانت شايلينك من الحكايه دي خالص. سعيد انزل وقف في طابور الجمعيه بس تديني فلوس ولا تحب اجيب حاجه شوفها. تفضلي رومانسية. انفدي بجلدك يا منى واهربي على بيت ابوك. اللحظة الوحيدة المناسبة عشان احسم الموقف وارجع بيت بابا كانت وقت ازمة الجامعة. لكن دلوقتي خلاص احنا الاتنين مربوطين بحبل واحد. محدش مننا يقدر يسيب التاني. Thank you.
هشام. صباح الخير. حضرتك مش فاكرني؟ انا مجد عز العرب، الصحفي اللي حققت معاه واتهمتني باثاره الراي العام والعمل على قلب نظام الحكم. مش فاكر. طبعا معذور. هتفتكر مين ولا مين؟ حضرتك عايز ايه دلوقتي؟ ابدا، مجرد دردشه. بس مش فاضي. هو حضرتك بتشتغل حاجه بعد ما طلعت على المعاش؟ حاجه غريبه قوي. جرسون واحد قهوه مظبوط لو سمحت. انت عارف التهمه اللي لزقتها لي؟ كان ممكن ترميني في السجن شهور وسنين لولا ان بعض المسؤولين في الدوله اللي يعرفوني كويس وقفوا جنبي لغايه ما انتهى الموضوع. انتهى الموضوع جوايا سؤال محيرني، انت كنت بتعمل كده ليه؟ بتدور على شهره او مجد او ترقيه ولا علاوه؟ وايه اللذه الغريبه اللي انت بتلاقيها لما تلفق لواحد تهمه؟ لذه ايه يا راجل انت؟ انا شغلي اني احمي البلد. ومين اللي اقنعك بان التصرفات دي هي اللي بتحمي البلد؟ ومين اللي فهمك اصلا انك اكتر وطنيه مني او من اللي قبضت عليهم؟ لا وقف عندك، انا ما اسمحلكش باللهجه دي. طبعا مش متعود على المناقشه، ما تحبش تسمع الا صوتك بس. هو ده اسلوب المتطرفين. شايف؟ اديك منحتني تهمه جديده. طبعا تشكيله التهم متوفره عندك، ولو كنت دلوقتي على مكتبك قاعد على كرسيك وسط الهيلمان والسلطه كانت الاقوال اترصت والتقارير اتكتبت والف حصره على اللي يقع تحت ايدك. انا خدمت البلد، ولولايا كانت الفوضى خربت كل حاجه. احنا حاضرة الصحفي في حالة حرب، ومسؤوليتنا حراسة البلد من الأعداء. الحرب الحقيقية احنا عارفين جذورها وأطرافها، إنما الحرب اللي أنت بتتكلم عليها مش موجودة إلا في تفكيرك وتفكير اللي زيك. أنتوا اخترعتوها عشان توقعوا الناس في بعض، تلخبطوا الحاكم، وتشغلوا الناس بأعداء وهميين. الحمد لله إنك طلعت على المعاش يا أخي. تأكيد أنت عميل أجنبي. خلي البيه يشربها عشان يفوق. حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه بيه. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب. عايزك تقف جنبي وتساعديني، انا تعبان تعبان، حاسس ان كل حاجه بتقع حواليا وانا واقف لوحدي مش عارف اتصرف. ساعديني. لازم ارجع نفس شغلي. حاسس ان الايام بتعدي مفيش اي خبر وانا قاعد مستني في مكاني. لازم ارجع نفس شغلي نفس مكاني، هو ده التعويض الوحيد اللي ممكن اقبله، هو ده التعويض الوحيد. فين؟ نازل اشتري جزمة. امال الجزمة اللي في رجلك؟ بعدين الدنيا بتنطر بره. روح اعمل لي كوباية شاي.
ولا ب 50 جنيه بعتها لي بابا. من امتى ابوك بيبعت لك فلوس؟ بعت لك كام قبل كده؟ ابوك بيصرف عليك دلوقتي؟ ما بيقلبناش حتى. والله يا عان بيتك راضية؟ أرجوك يا هشام بلاش نتخانق. كلميني أنا بقى في البيت ده. هو فين البيت ده؟ تبع سرقة مجانين. من امتى بتاخد فلوس من ابوكي؟ من امتى بتضحكني قدامهم؟ أنا لو كنت عايزة أفضحك كنت فضحتك من زمان. لكن أنا بنت متربية. أهلي علموني ما أسيبش جوزي وهو في أزمته. أنا استحملت كتير ومرت عليا أيام أسود من السواد. وفي كل مرة بقول اصبري يمكن بكرة يبقى أحسن. لكن مفيش فايدة. ضاعت أجمل سنين عمري واتبهدلت. هديت أعصابي وجبت لي المرض وسكت. وبعد ده كله بتقولي فضحتك. أنا بسألك على الفلوس. ردي على هذا السؤال. فلوس؟ هي فين الفلوس؟ مش كفاية اللي أنت ضيعته على المنظرة؟ سواق وعربية. أنت فاكر إن معاشك ده بيكفي 10 أيام في الشهر؟ أنت بتعيريني بمعاشي؟ أنا لا بعايرك ولا حاجة. أنا بفهمك الحقيقة اللي أنت مش عايز تفهمها. بس! ولا كلمة! ومفيش خروج من دائم! مفهوم؟ وقالت محكمة أمن الدولة العليا في حيثياتها إن ما تؤمن به واطمئن إليه ضميرها ووجدانها إن الأحداث الجسامة التي وقعت يوم 18 و19 يناير كان سببها المباشر والعرضي هو إصدار القرارات الاقتصادية برفع الأسعار. وهذا التلاحم الزمني بين إعلان القرارات واندفاع الجماهير ينفي تماما احتمالات التحريض أو الإثارة أو استغلال الموقف أو ركوب الموجة لأنها تمام. وتلاحظ المحكمة أن محاضر المعلومات والتحريات قد أعدت على عجل وافتقدت ما ينبغي لها من الدقة، ثم إنه قد اعتراها التناقض والتضارب والغموض، بل إن هذه التحريات في بعض الأحيان كانت مستحيلة التأكيد والتصديق. هو ده الحكم اللي مستنيه من 3 سنين؟ التأمين وبرضه هرجع شغلي تاني. فوق بقى ريحني وريح نفسك. هرجع شغلي وأعرف السبب في الكلام. طلعني كفاية بقى كفاية. انت مستني هعرف ربيك كويس. قولي لمنى انا متاسف وانا عازمها على الخروج نشتري كل اللي هي عايزاه. بعدين يا هشام ارجوكي بلغيها اللي قلته وانا في انتظارها. لسه برضه انا ليا نفوذ. بعدين مش معقول شقه في عماره محترمه تضر بالقمار. انت اللي عملت كده؟ كان لازم اعمل كده من زمان. بابا
لما جيت. أرجوك يا بابا ما تسيبنيش هنا، خدني معاك. حاضر حاضر بس اهدي. يلا بنتي.